Bonjour, aujourd'hui nous avons une leçon de lexique, les synonymes, c'est-à-dire al-muradifat. Même al-muradifat, ça donne un peu comme un métal obsède en arabe. Maintenant, je suis tafel jamil, on va dire que c'est un tafel jamil, on va dire que c'est un jadab, on va dire que c'est un khalab, on va dire que c'est un ra'i. Donc, ces kalimat kamlin كيعبروا على نفس الحاله اللي هي ان داك الطفل جميل. اذا هادو سو سون دي سينونيم المرادفات. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الدرس ولكن بالفرنسيه، وغادي نشوفو بزاف ديال الكلمات والمرادفات ديالهم. اذا غادي نبداو بسو كو جو سي الذي اعرفه. كيلي لا ناتور دو سي مو. اذا عندنا الكلمات قالك شنو هي الطبيعه ديالهم، واش دي فيرب او بيان دي نون او بيان دي زادجيكتيف. Qu'ont-ils en commun? Idem, شنو القاسم المشترك ما بين هاد الكلمات؟ Idem, غادي نبداو remporter, c'est-à-dire يعني يفوزوا أو فازا. هذا c'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine par er. عندنا le verbe gagner. Idem, حتى هو يربح، وكنقولوا شي واحد كيربح. Réussir, شي واحد كينجح. إذن هادو سو سون دي فيرب. إذن لا ناتور ديالهم، غادي نديرو واحد القوس، سو سون دي فيرب. إذن شونجمون يعني تغيير، فارياسيون تعديل أو تفاوت، موديفيكاسيون تعديل. إذن هادو سو سون دي نون، هما أسماء. Sont des noms. Un S avec S à la fin. Un exact, yani comme le bit top ou sahih, vrai sahih, juste, c'est yek, yani sahih. Et d'un hadou, muradifat. Hadou, ce sont des adjectifs qualificatifs. Yani l'wasf, ni kan j'en wasf chi haja. Yani hadou, ce sont des adjectifs. Adjectif qualificatif. Idem, adin jawbou ala la partie tanya m soual loul. Qu'ont-ils en commun? Idem, chnou? L'qasim l'mouchsark mabin had l'kalimat. Bhal hadou b'tlata. Remporté yafouzo. Gani yerbihou. Yenjahou ghiyosir. إذا عندهم لو ميم سونس، عندهم نفس المعنى. هنا شونجمون، فارياسيون، موديفيكاسيون، يعني كاملين كيدلوا على التغيير والتعديل. اكزاكت، فغي، جوست، جيست. إذا هادو كاملين كيدلوا على بأن كاين واحد شي حاجة صحيحة. إذا هادو غادي نقولوا في هاد البارتي الثانية اون كومان، الحاجة اللي كيشتركوا فيها. إلزون، نقولوا إل. Ils ont le même sens. Nefs l'ma'na. Idem, wakha kan bedlou l'kalima, kibqa nefs l'ma'na. Soit d'anna gagné ou bien réussi ou bien remporté, kibqa nefs l'ma'na. Yani kidlou ala ribh ou l'fawz ou l'najah. Idem, gadi ntaqlou l'douzième question. Peut-on utiliser plusieurs mots pour ديسيني لا ميم شوز؟ اذا قالك واش نقدروا نستعملوا بزاف ديال الكلمات باش نحدوا ولا نهضروا على نفس الشيء لا ميم شوز؟ اذا غادي نقولوا وي. هنا ما طلبوش من اننا نعطيو نجستيفيو، غادي نقولوا وي. كيف قلت لكم قبيله بالعربيه، نقدروا نقولوا هذا الطفل جميل، ونقدروا نقولوا خلاب، نقدروا نقولوا جذاب، نقدروا نقولوا رائع. اذا باش نوصفوا حاجه وحده، نهضروا على حاجه وحده، نقدروا نستعملوا بليزيور مو pour dessiner la même chose. Idem, entaklo, j'observe et je découvre, ou lahidou, ou aktachif. En 1926, le poste de télévision, le poste de télévision diffusait des images en noir et blanc. Idem, le poste, كان كيبت دي زيماج بالابيض الاسود والابيض فقط، ما كانش التلفازه اون كولور. داكوغ، ان 1926
Le petit écran diffusait des images en noir et blanc. Le petit écran y a dit, y a ni qu'un hadra, là, le haja li y a-t-il fait. Diffusait des images en noir et blanc. Y a ni qu'un katbut, elle fout de sa mieux, c'est aussi, n'a t-il fait, qu'un katbut, des images, l'abiyad, l'aswad ou l'abiyad. Y a ni nefs le ma'na de l'jumla l'oula. En 1926, le téléviseur diffusait des images en noir et blanc. يعني في 1926 جهاز التلفاز فرقوا ما بين جهاز التلفاز والتلفازة. جهاز التلفاز لو تيليفيزور والتلفازة يعني فيمينا لا تيليفزيون. يعني نقدروا نقولوا لو تيليفيزور نقدروا نقولوا لا تيليفزيون. ديفيزي دي زيماج اون نوار اي بلون. اذا في 1926 هاد التلفاز كان كيبت الصور بالاسود والابيض. اذا هنايا غادي ننتقلوا لي كيسيون غوليف سو كي شونج دون فراز ا لوتر. اذا غادي نحددوا شنو تغير من جمله لاخرى. لاحظوا معايا في هذه الجمله الاولى قلنا لو بوست دو تيليفزيون. في الجمله الثانيه حيدنا لو بوست دو تيليفزيون درنا لو بتي ايكران ديفيزي. ليكران هي هاد الشاشه اللي كتكون ليكرون. كنقولوا ليكرون ديال التلفاز او ديال التليفون او ديال الحاسوب. ليكرون هي ديك الشاشه الاولى. اذا من هنا لهنا حيدنا حتى هذه ودرنا له التلفزيون التلفاز. اذا اللي تغير هنا هو في البدايه كان عندنا لو بوست دو تلفزيون الجمله الاولى. الجمله الثانيه درنا لو بيتي كرون. لو بيتي كرون لو بيتي كرون في الجمله الثالثه درنا لو تيليفيزور التلفاز. لو تيليفيزور باردون. اذا غادي ننتقلوا دوزيام كيستيون. اذا هادشي اللي تغير نجم ولكن بقى نفس المعنى. اذا دوزيام كيستيون بار كيل مو ا ايتي رومبلاسي بوست دو تيليفزيون دون لي فراز بي اي سي. اذا عندنا لا فراز بي هي هذه. En 1926 le petit écran diffusait des images en noir et blanc. اذا شنو اللي تغير باش رومبلاسينا؟ قال لك par quel mot a été remplacé poste de télévision هاد poste de télévision باش غيرناها في الفراز بي او سي. اذا في الفراز بي غيرناها بلو بتي ايكرون. اذا هنايا في الفراز بي درنا لو بتي ايكرون. لا فراز سي درنا لو تيليفيزور. لو تيليفيزور. اذا ننتقلوا لا كيسيون نيميرو 3. اسكو لو سونس دو لا فراز شونج. واش هاد المعنى ديال الجمله واش تغير من الجمله الاولى الثانيه؟ اذا ما تغيرش. اذا شنو نقولوا؟ نو لو سونس دو لا فراز نو شونج با. إذا نكتبوها في واحد الورقة. إذا نو المعنى بقى هو هو. نو لو سونس دو لا فراز نو شونج با. Quatrième question. Quel nom est donné aux mots qui ont presque le même sens? Iden, ashmen ism li ki yati, awla ashno ashno l'ism li ki yatina, ou bien en presque li ki yatina le nfs l'ma'na, ashno kan smiwa.
شنو كنعيطوا ليه لهذاك اللي كيعطينا نفس المعنى؟ بحال في العربيه كيف قلت لكم قبيله كنعيطوا له المرادف، اون فرونسي كنقولوا له سو سون دي سينونيم. اذا on appelle quatrième question on appelle les mots qui ont presque le même sens, نفس المعنى كنسميوهم دي سينونيم. وهذا هو العنوان ديال الدرس ديالنا، لي سينونيم، المرادفات. سينونيم. إذن الآن غادي ننتقلوا لهاد القاعدة. Je construire ou bien je construis la règle. إذن خصنا نكملوا هاد لا ريغل. Complete avec les mots suivants pour construire la règle. إذن عطينا هاد الكلمة magnifique يعني رائع. Voiture هي السيارة. Répétition يعني الإعادة. Plusieurs يعني بزاف ديال المرات. Sens يعني هو المعنى. Une demeure c'est une maison هي la maison. يعني منزل. سينونيم المرادف. لي سون دي مو كيون لو ميم. اذا شنو هما اللي عندهم لو ميم سونس؟ هنا نكتبو سونس. اذا غادي نقولو لي سينونيم، لي سينونيم المرادفات، لي سينونيم سون دي مو كيون لو ميم سونس. إذن المرادفات هما كلمات لهم نفس المعنى أو بريسك لو ميم سونس أو تقريبا نفس المعنى. إل إكزيست سوفون، واش غادي نقولو هنا؟ واش مانيفيك أو بيان فواتور أو بيان ريبيتيسيون أو بيان بليزيوغ؟ إذن إل إكزيست سوفون بليزيوغ، يعني بزاف ديال لي سينونيم بليزيوغ. Plusieurs synonymes pour un mot. Et donc, il y a beaucoup de mots les mots. Deux synonymes doivent être de même nature. Et donc, juge de mots les mots. Et donc, ce sont des noms, yani asma, bhal une maison, une habitation, menzil, une habitation, yani wahed mahal li ssakan. Ou bien, غادي نقولو هاد الكلمة اون دومور. إذا غنكتبو هنا اون دومور، يعني واحد المنزل أو محل للسكن. إذا هنا سينونيم ديال اون ميزون نقدرو نقولو اون هابيتاسيون، اون دومور، أو بيان فيلا، يعني أي حاجة كدل على السكن نقدرو نقولوها. هنا لي زادجيكتيف يعني الوصف، شي حاجه اللي كنوصفو بها. اذا غنقولو بو، شنو هي بو؟ هي كنقولو ان بو غارسون، طفل او ولد جميل. بو او بيان سبلونديد، كيسكو سافو دير سبلونديد؟ يعني هو خلاب. اذا نقدرو نقولو رائع او جميل. اذا مانيفيك، مانيفيك حتى هي كدل على بان طفل او شي حاجة يعني جميل. مانيفيك هنا سو سون دي زادجيكتيف، هادو الوصف كتوصف شي حاجة. هنا دي فيرب أفعال، نقدر نقولو غوكاردي أو بيان فواغ أو بيان أوبسيرفي. غوكاردي هي كيشوف، فواغ حتى هي نفس المعنى كيلاحظ أو كيشوف، أو أوبسيرفي كيلاحظ أو كيشوف. إذا سو سون دي سينونيم ولكن هما دي فيرب أفعال. On utilise les synonymes pour. إذن علاش كنستعملو؟ شنو هو الهدف؟ لو بوت ديال لي سينونيم، علاش كنستعملوهم؟
pour éviter شنو خصنا نتفاداو ريبيتيسيون باش نتفاداو التكرار. يعني الا كنتي كتهضر كتكتب واحد النص وكتبغي تقول مثلا هذا رائع ما غاديش تقول عاوتاني وانه رائع نو انه جذاب انه خلاب. اذا باش تيفيتي لي ريبيتيسيون التكرار. ادابتي سون لونغاج باش انك تكيف اللونغاج ديالك انك تكيف هذيك اللغه ديالك. يعني على حساب انت فين. مثلا شي شخص ملي كيكون مع لا فامي فاميلي كيكون مع لا فامي ديالو كيهضر بواحد اللونغاج معينه. ملي كيكون في العمل ديالو كيهضر بواحد اللونغاج معينه. اذا وكورون فواتور سوتوني اوتوموبيل فواتور نفسها نيت هي السينونيم ديالها اوتوموبيل. اذا نلتقي في الصفحه 113.